مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم فتح محل جديد أو له 3-4 أيام في أوتوا اسمه لهيب. لهيب من اللهب جاي. طبعا بوعد إنه يكون عنده مشاوي على اللحم بس ستايل تاني، نوع اللحمة، شغلات جديدة. خلينا ندخل ونشوف. طبعا هم فاتحين زي ما انتم شايفين كل يوم من ال 11 لل 10 بالليل. ذاكي بس مالح شوي، نجرب الاكل. طبعا طلبنا هيك بشكل هذا فيلي مينيون اعتقد، هذا دجاج، هنا جاب هذا خبز من احمد، ممكن الخبز نجرب الخبز اول. كويس اللحمة عم نجربها بدون خبز. هاي عيدو طبعا طبعا جرب. بطاطا هيك ترى بيتية يا جماعة، مش قادر اوقف اللحمة هاي، رائعة طعم لذيذ. تفضل معنا نشيلها ومنا بصل كمان وشوية بندورة. طبعا يا جماعة طلبنا حرايس واو. صراحة أنا أختي مشهورة بصنع العرايس، بس هدول تحدي يعني أزكى منهم. واو واو، فكرة أنهم الفحم. صراحة يا جماعة الأكل كله كوم هون، والسيرفس والشباب اللي موجودين كوم تاني، طريقة معاملتهم، تجاوبهم، طريقة كلامهم معك، بيسمعوا منك أي إشي، أي انتقاد، أي إشي. أنا ما عندي ولا إشي صراحة، بس إذا عندك أي شغل يحكي لهم إياها هم مستعدين يصلحوها. وصحة وعافية. طبعا يا شباب شو بدي أحكي لكم، الإكسبيرينس يعني 100%. يعني الشباب ما شاء الله عليهم، أول إشي مشاويهم صراحة نمبر 1، لحمة حلال زاكية، استقبال جيد، طعم اللحمة، ريحة المشاوي فيه، طعمة الدهنة في العرايس رائعة. يعني صراحة 5 5 5 و5 يا شباب، ما شاء الله عليكم.